Bonjour, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va donner l'explication, un bilan d'apprentissage principal l'immunité. البيلون يعني واحد الحصيلة العامة بالنسبة للمناعة النوعية والمناعة الطبيعية. إذا واحد البيلون دابخونتيساج يعني بالنسبة للسيستيم إيمونيتير يعني إيمونيتي ناتوريل سبيسيفيك بالنسبة للناس اللي عندهم أون فرونسي تخوا لي تخوازيام أبيك وسي تخوازيام أبيك بالنسبة أون أراب. يعني ممكن تعطوا دو جوج مواضيع في ليزيكسامان وتختاروا موضوع سواء أون فرونسي سواء أون أراب. المهم خصنا نفهموا ما معنى هذا. يعني اش كيقول لنا هنا في هذا لو بيلون بالنسبه يون كونتاميناسيون بار دي ميكرو اورغانيزم ديكلونش دي رياكسيون ايمونيتير او نيفو دو كوكون. فو فوايي هنايا كما كتعرفوا ساشون كو يعني اتصال الجسم ب يعني الجراثيم او المتعديات المجهريه اللي كنا شفنا من هي بكتيريات لي فيروس اتسيتيرا فهي تسبب في رياكسيون ايمونيتير في واحد الاستجابه المناعية. ضروري تكون هناك استجابة مناعية بالنسبة للجسم. إذا يتفاعل الجسم بحدود استجابة مناعية وهاد لا رياكسيون ايمونيتير كنسموها سوا ايمونيتي ناتوريل ولا ايمونيتي سبيسيفي. وبطبيعة الحال كتسبق الاستجابة الأولى اللي كيقوم بها الجسم هي استجابة مناعية نوعية عفوا استجابة مناعية طبيعية. من بعد طبيعية تجي نوعية وبالتالي نشوف شوية بشوية. إذا سيلسي فونكسيون سيلسي فون انترفونير ان انسومبل دورغان يعني هناك تدخل مجموعة من الأعضاء والخلايا كونستيتيو نوتر سيستيم ايمونيتير التي تكون يعني جهازنا المناعي. نوتر سيستيم ايمونيتير جهازنا المناعي يتكون من أعضاء كما كتشوفوا ليمفويد يعني من الأصفر الأعضاء اللمفاوية يعني الأولية أو يعني الرئيسية والأعضاء الثانوية يعني السونترو يعني مركزية. مثلا بين قوسين كنشوفوا هنا كاين لامويل أسس يعني النخاع العظمي فهو من بين أعضاء المركزية ديال الجهاز المناعي. ثم لوتيموس لوتيموس راه خصكم تعرفوها فهي الغدة السعترية فهي عضو منها كتختز يتم تكوين فيها ديال اللمفاويات يعني تخزين ديال اللمفاويات تي. بالنسبة لنوع واحد اللمفاويات نوع من اللمفاويات تي من هنا كيكمل النضج يعني كنقولوا يعني لا ماتوراسيون ديال الليمفوسيت تي يعني سوفي او نيفو ديال هذا لوغان اللي هو لوتيموس او سو فوروم ديال لي لينفوسيت. وعلى مستوى هاي قلنا تتشكل ويتم نضج ديال لي لينفوسيت. بالنسبه لي لينفوسيت فهي كلها المصدر ديالها سواء تي ولا بي فهي حيت عندنا جوج ديال الانواع ديال لينفوسيت لينفوسيت بي غروند بي لينفوسيت غروند تي. لي لينفوسيت غروند بي مع الغروند تي فهي تتولد يعني تتشكل او تتكون على مستوى يعني الاموال الاسس في النخاع العظمي. ومن بعد هذوك اللمفاويات بي كتبقى في النخاع العظمي كتكمل النضج ديالها لا ماتوراسيون ديالها. مي لا ماتوراسيون ديال الليمفوسيت تي فهي كتكون في التيموس كتكون في الغده الساتر يعني كتخرج وكتمشي للتيموس ومنها كتكمل تما لا ماتوراسيون ديالو. لا ماتوراسيون هي النضج اي اكير وكتكتسب لو كاركتر كاباسيتي دو ريكونيتر اي ديتروير لي زوجي. ومنها ملي كتكون ناضجه يعني بيان ماتوري ولا لا ماتوراسيون كومبليت كتكون يعني قادرة على التعرف وديتخوير يعني وتدمير لونتيجين. كتشوفوا هنا كلمة لونتيجين فهي مولد مضاد. وشنو هو مولد مضاد؟ هو كور اترانجير. ما معنى كور اترانجير؟ يعني جسم غريب يعني جسم أجنبي بالعربية يعني عنصر أجنبي. هو إذا التعريف ديال لونتيجين سيتان ميكرو أورغانيزم يعني سيتان لونتيجين هي سيت يعني تو لو كور كي اترانجير دو لورغانيزم يعني كل عنصر أجنبي عن الجسم يعني كل عنصر اجنبي على الجسم كيتسمى يعني مولد مضاد اونتيجين. دوتر اورغان ليمفويد يعني هناك اعضاء ثانويه سكوندير او بيريفيك يعني ثانويه كتسمى لي غونغليون يعني الليمفاتيك العقد اللمفاويه بحال اللوزتان. اي لاغات لاغات هي الطحال والطحال هو من الاعضاء الثانويه اللي كتدخل في اللي كتسمى من الاعضاء اللمفاويه كتدخل في المناعه. او سيجورن les lymphocytes formés en attendant qu'ils soient sélectionnés pour intervenir contre les antigènes ayant contaminé le corps. وهذه اللمفاويات لا تتدخل إلا بعد تعرفي على أن الجسم يعني تعرض لهجوم من طرف هاد الجراثيم اللي هي سواء يعني لونتيجين لي زونتيجين العنصر الغريب سواء بكتيريا سواء فيروس اتسيغا. اولا هنا كتدخل اشنو هو الاستجابه المناعيه الاولى اللي كتدخل هي الاستجابه المناعيه طبيعيه لوكال يعني ناتوريل. يعني لا رياكسيون انفلاماتوار لوكال اي اون رياكسيون ايمونيتير ناتوريل هي استجابه مناعيه طبيعيه فهي كتكون سريعه وفوريه يعني ولكن نون سبيسيفيك. وسطروا على نون سبيسيفيك هي غير نوعيه. ماذا نقصد بغير نوعيه؟ يعني انها
لا تميز بين بين يعني العناصر الأجنبية، يعني أي عنصر دخل الجسم فهي تستطيع مقاومته، يعني فهي غير نوعية، فهي كذلك ناتوريل طبيعية، يعني تولد مع الإنسان de l'organisme et à la contamination par des micro-organismes pathogènes, il est caractérisé, il donne le mana tabiya, yani cette immunité yani naturelle est caractérisée par le phénomène de phagocyte. Had le mana tabiya fait tamayez bi gnab wahed dahira okhra li hiya dahirat al bal'ama, la phagocytose. Le phénomène est dahirat la phagocytose. La phagocytose yani al bal'ama, ma'na al bal'ama yani huna naw' min al kuriyat al bayda, katsma li al kuriyat al bayda mufassasat al nawat, mutaaddid al nawat. Wa huna en français kansmouha li leucocytes. Leucocytes yani kuriyat bayda mufassasat al nawat. Wa btali appelé des phagocytes katsma al bal'amiyat et qui permet d'arrêter d'infection. ومن هي اللي كتمكن من يعني الحد من هذا يعني العدوى، وبالتالي يعني كيف انها تتدخل عبر مجموع من المراحل، يعني الاقتراب التثبيت الهضم ثم طرح الحطام، وهذوك المراحل ممكن تعطوها على شكل وثيقه وتصنفوهم وترتبهم سواء لورغانيزاسيون ديالهم، يعني دير واحد الترتيب ولا تعطيهم الاسماء ديالهم. اذا التثبيت لا فيكساسيون ثم الابتلاع يعني لا فاجوسيتوز يعني الانجستيون ثم الهضم يعني لا ديجيستيون ثم طرح الحطام لو روجي ديال الديشي ديال هذاك لانتيجين اللي كتكون صافي بيان ديتخويت، يعني تم تدميره نهائيا. الوغ من بعد هذه المناعه الطبيعيه قلنا كتميز كذلك بواحد الظاهره اخرى اللي هي كتسمى يعني الالتهاب، يعني استجابة التهابية سات ان رياكسيون انفلاماسيون. ما معنى انفلاماسيون؟ يعني التهاب على مستوى الجرح، ملي كيحدث الجرح على مستوى الجلد فهي تتميز بمجموعة من الأعراض، وهذه الأعراض سنأخذ عليهم فهي أربعة أعراض اللي هي ان غونفلومون انتفاخ، اون روجور الإحمرار، اون إليفاسيون دو التمبيراتور ارتفاع درجة الحرارة، اي باغ لا دولور يعني وكذلك حدوث الألم. إذن كما كتعرفوا أن المناعة الطبيعية يعني لا رياكسيون انفلاماتوار لوكال ناتوريل طبيعية كتسمى رابيد نو سبيسيفيك كتميز بلا فاغوسيتوز اللي هي عندها أربعة يعني مراحل، ثم الاستجابة الالتهابية يعني رياكسيون انفلاماتوار لا رياكسيون انفلاماتوار كتميز كذلك بأربعة أعراض اللي هي لو غونفلومون يعني انتفاخ الألم الاحمرار ارتفاع درجة الحرارة. ثم سي سات انفيكسيون سو ديفو إلا كان هاد بعد حدوث الجرح وما براش يعني كما قلنا ما تشافي با دغيغ يعني لاغريسيون ديال الجرح، وبالتالي خصنا واحد الاستجابه مناعيه اخرى. هنا كتدخل الاستجابه المناعيه النوعيه وهي بطيئه، ولكن تدخل بالنوع انواع اخرى من ديال الليمفوسيت كتسمى الليمفوسيت سبيسيفيك، يعني لمفاويات اخرى نوعيه ضد واحد لونتيجين معين، فهي نوعيه. لماذا تسمى سبيسيفيك؟ لانها نوعيه، هي سبيسيفيك لماذا؟ لانها موجهه ضد مولد مضاد معين. Il est dirigé vers un antigène donné, spécifique. Grâce à des récepteurs, je vois une situés sur l'ombrane, les lymphocytes reconnaître grâce reconnaître l'antigène. Une structure qui est de la fauviette T ou B, il y a quatre mécanismes de l'antigène à demander le mandat. Et dans les lymphocytes B, كما كتعرفوا الليمفوسيت الليمفوسيت بي، ملي كيتكلموا على الليمفوسيت بي والليمفوسيت تي في اي اكزيرسيس عرفوا بان راه دخلوا المناعه النوعيه، المناعه النوعيه. وهنا كاين جوج المناعات النوعيه، كاين المناعه النوعيه يعني هنا خلويه خلطيه عفوا ملي كتدخل لمفاويات بي يعني هيمورال، ملي كتكون مناعه نوعيه يعني ايميونيتي سبيسيفيك يعني سيلولير يعني خلويه يعني كتدخل لمفاويات بي. وهنا التلميذ سيكون ذكي بان الا كان هنا المناعه النوعيه كلها مناعه نوعيه كان بي تي فهي مناعه نوعيه، ولكن ملي كيكون بي بوحدهم مناعه نوعيه ذات مسلك خلطي يعني هيمورال، إلا كانت لمفاويات تي بوحدها فهي مناعة نوعية ذات مسلك خلوي يعني سيلولير. ألوغ لينفوسيت بي لينفوسيت تي سو نو روكونيس لونتيجين كو سي بريزونتي باغ اون سيلول بريزونتاتريس دو لونتيجين، يعني كون هناك بعض الخلايا اللي كتقدم روبريزونتي هذاك لونتيجين بالنسبة للمفاويات بي باش تقضي عليها. أبخي سات روكونيسونس إذا بعد معرفة l'antigène c'est lymphocyte B lymphocyte les lymphocytes se multiplient tacatar et se transforment soit en lymphocyte B il a quand tu fais tacatar je t'attends B de dakira ou B les qu'adr نتج مضادات الاجسام يعني les anticorps B producteur d'anticorps et qui neutralise les antigènes dès que tu bêtes يعني وابطال مفعول ديال هاد الانتيجين ou lors de leur destruction du lymphocyte ou lymphocyte B. Il a quand lymphocyte T كتدخل فكذلك تتكاثر وتعطينا lymphocyte T4 T8 OTC كتسمى تيتيور قاتلة
10 cellules infectées par l'antigène. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.